الأفاعي عم يتكاثروا بالقصر، ولهالسبب لازم نكون حذرين. ونصيحة، لا تعتبري أي حدا بيسايركن هو صديق. وهالحكي بينطبق عليك درويش باشا؟ كان طاير عقلك بالسلطانة الفخرية يلي حاولت إنه تقضي على العيلة الحاكمة. ولهيك السلطانة ماتت بين إيدي التنتين. أنا بدي أقول لك كلمتين وبتمنى إنك ما تنسيهم. أنا كل شي ساويته لحد هلأ، بالسر أو بالعلن، كل شي ساويته بس كرمال مصلحة مولانا السلطان. بصراحة ما فيني أحكم إذا كانت لمصلحة مولانا. خلينا بموضوعنا الأساسي، مين هو يلي بيسايرني ومعتبره صديق؟ مراد باشا، ما هيك؟ مو مهم أبداً مين هو. هلأ مراد باشا، بكرة نصوح، وبعدين غيرهم. اسمعيني شو بدي قلك، إذا أنت عن جد ناوية تاخدي مكان السلطانة صفية، فنهايتك رح تكون بهداك المكان. سلطانة، معقولة تروح على الحرب قبل ما تهدى الأمور هون؟ ما بدي تبعد عني بنوب، وخصوصاً بعد الشيء اللي صار مولاي. ما رح روح قبل ما أضمن الاستقرار بالعاصمة. بيكون أحسن. المشكلة ماني قدراني أوثق بأي شخص هون. مين بده يصير الوزير الأعظم؟ بظن أنه اتخذت قرارك. لسه ما بين معي. أكيد بتعرف شو هو القرار الأنسب. الوزير الأعظم لازم يكون قوي وعنده خبرة، وأهم شي يكون مخلص لإلك. مراد باشا مثلا، إذا صار وزير أعظم الخونة رح يحسبوا له حساب. مراد باشا شخص وفي ومهم بالدولة، بيجوز يكون عندك تحفظ عليه. معلوماتي كلها عنه عبارة عن قصص سمعتها من الناس. بتفهم عفوك عن الأمير مصطفى، بس بلبل ليش عفيت عنه؟ هذا تصرف بشجع باقي الأغوات على التمرد. عفيت عنه لأنه حمى قسم كرمالة للخانم، ما هيك؟ طيب وما هي فيروز؟ هدول الخونة اللي قتلوا أم الأمير ما رح يدفعوا تمن فعلتهم هي؟ لازم يموتوا كلهم. كل واحد له إيد باللي صار، نال العقوبة العادلة اللي بيستحقها بالكامل. أحمد، إن شاء الله إن شاء الله ما بيصير معنا مشاكل مرة تانية بسبب رحمتك. ليش ما اخترت وزير أعظم لهلأ؟ شو ناطر؟ أنا مالي فهماني، يعني عم تدور على شخص وفي ومخلص ودرويش موجود جنبك؟ ليش بتنتهزي أي فرصة لتمدحي بدرويش قدامي؟ فيني أفهم شو في ورا كل هالأسرار؟ يعني شو بده يكون في؟ الجواب عندك، بين كل كلمة والتانية درويش باشا. هو طلب منك إنه ترشحي؟ لا، ما عنده خبر أبدا. بصفتي والدتك فأنا من واجبي إني أنصحك وأرشدك، وأنا برأيي تعطي هذا الختم لشخص مخلص ومنوثق فيه، شخص قدم روحه فداك. وخلينا نرتاح بقى.
إن شاء الله بكرة رح سلم هذا الختم، وقتها رح تعرفي مين هو الوزير الأعظم.